فيما يخص طلبات الاستفادة من المزايا المقدمة من المستثمرين على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار لاندي، تم بتاريخ 30 نوفمبر رفع التجميد على 581 ملف، وسيتم رفع التجميد على 356 ملف إضافي في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر. إنجاز هذه المشاريع سيمكن بإذن الله من إحداث 75 ألف منصب عمل. ده غير لسان اللي يقولها، 75 ألف منصب عمل، 75 ألف جزائرية وجزائريين يخرجوا من البطالة مجرد رفع الحواجز البيروقراطية، لأن المشاريع كانت موجودة ولاندي كانت موجودة، ولكن لاندي تجمع باش اللي عنده الداعم اللي عنده 10 ملايير دولار زيدوا، واللي خلى كما يقولوا بالعامة دم فادو في 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 مشروع مشاريع قال خليه راه يزاحم فلان ما تعطيهش. سمحوني أن نتصارحوا، لأن الصراحة هي اللي تحل المشاكل، ما ندركش أنا الشمس بالغربال.